الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والغفلة والقسوة والشقاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام. أخواني في الله، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية سيدي الشيخي إن شاء الله تعالى وحن شعله إنه وحكي إلى هذا أنا ربي سبحانه وتعالى ويدي سنة يسير صواب كأنه يوافقيه آيات القرآن كأه الإعلامي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا في سورة الفاطر آيات القرآن كأه يوحي الله كرة مياه يا شيطان كأرميهسا أنا ويدي سنة يا رب سبحانه وتعالى سيد الصواب كأنه وافتشي وان شاء الله هنا وحكاية هذا آيات دول الليال سيدة دو شيطان ما دو قرن إسان رب سبحانه وتعالى وحولي هاي إن الشيطان لكم عدو وجملة ظهر قيبت وروي انت لقم الدينين وحي رب سبحانه وتعالى فاتخذوه عدوا وحنا مريد إن كسينا يا إن العدو كدقتان عدو نمذن يا بالله إسقى بالله كلمة ذو وهي على قل لا يلا ولا لا يال كلمة هراء ووقت هذا مدلل قد شوقه أنمر ماشين كتشيدي أو كسب سنيد طرق إدلال الشيطان قابك الشيطان كو وحب هذه أيوه أما إنسان كأو بادي أيوه كلمة سوى حيالك تلمام يسوى حكم إذا هيد إنه سمعيه تزيين الباطل إنه قرحيه باطلك وحكم إذا هيد إنه وحياله معاسدة أما قعيه ونكسن كم قعابه وحكم إذا الله تعلاده وحكم إذا هيد طاعاتك إيه وحياله ونكسن إنه أسماء حنحن وكم قعابه تدرج إنه قلب ملك وصفرسته حق إنه كأوده وحكون نسيحين أيها كلاينو إسكار كارديو شهادين الإنسان إنه كوا ذيك سدو وحيلها صورن بكم إذا وحيلها قاوك وضد كولم إياه وح صورن وعدا ود كشرته وح صورن وحوس سمين أيها وعدا ود ويان وح إن شاء الله أنت أنا كلمة ذا آدو جد الجرين إيه رهر دعه شهادان كعدا ود ويناقب أيه حقيقة ساب سنتهاي حقيقة عدو ينقليها على وديسو ما واحد شردنا عن نوادينا قليها يدنا على ودينا وراها يوم مساعده بينوياه مارك الله صوت وضوبه وانا قاعد نبو عدو ينوياه إن على مرة بروح وانا قا لكن مارك الله تفسيريه دور قذوبا كسو قاضنا هنا قذبك كباد وعدو في العبادات والأعمال الصالحة رب سبحانه وتعالى يسوع رنتا نوت الماما ينوحوا ليها او ابليس نوغه ورمي مركو كديدي الله سبحانه وتعالى امر كيسي لا قعدن لهم صراطك المستقيم وحنو فريسنيا ودده وناكسن ودده وناكسن توسنا وودده طاعته يا عبادات كويان عدو في الصدقه صدقاتك يا مالك ان صدقيستود هرمرستو ارينتا ايدا عدو بو كيهي وا كدغالما ما اوغلا ارينتا ايدا ربي سبحانه وتعالى بانا سدا انو شيغو و خولي يحي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطان كو وحو يدين فريا وحو يدين يبوهيا ويدين كو وانين يا فقري وحونا يدين أمريا فحشاء يحمان بو يدين أمريا عدو في الأموال والأولاد عرورتا ينو دالي عدو بكويا المو انتو سن دالنين وحو روائنو سن كو دالنين المو وناكسن وصالح ينو كو دشمدون ايو wuxuu rawaa ilmo uu qayb kale yahay oo bar sheedaanka barna insika inuu ku dhasho doonaya
sidaana waxay noo tilmaamay rabbi subxaanahu wa tacaala markuu yidhi laa ahtarikanna dhurriyatahu ilaa qaliilan, aayadaha aakhirkooda rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi washaarikhum fi lamwaali waalawlaad wacidhum wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa guruura, la wadaag caruurta iyo maalkaba la wadaag rabbi subxaanahu wa tacaala. xagga kale maalka ma doonayo waddo saxa inaad ku bixiso, meel saxa aad ka kasbato, wax xalaala aad cunto ma doonayo. wuxuu doonayaa xoolaha wuxuu jecel yahay kuwa ku qayila, kuwa khamrada ku caba, kuwa ku tunta, kuwa fisqiga ku sameeya, kuwa dadka ku kala geeya, kuwa hubka la isku leynaya ku gada, waxaasuu ka shaqeeya. saas darteed rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa isagoo tilmaamaya ina almubadiriina kanuu ikhwaana ashayaatiini wa kaana ashayaanu lirabbihi kafuura. wamubadir qofka u adeegsada xoolihiisa meel aan bannaanayn u adeegsada oo xoolihiisa israaf ku sameeya, qofka isagu waa qof sheedaanka walaal la ah, waa qof sheedaanka saaxiibkiisa ah. qofkaa sheedaanka saaxiibkiisaana waxaa loo sheegi sheedaanku inuu yahay mid rabbiga ku kufriyey, cid wixii rabbiga ku kufriyey raacdayna iyaduna waxay noqonaysaa waddada unbay maraysaa. sheedaanku walaalayaal waa caduwun fi suduuri waalquluub, qalbiyada iyo laabaha buu cadow ku yahay. wuxuu isku dayay qalbigaaga inuu walaaqo, waswase inuu ku tuuro, inuu waddada xaqaa kaa leexiyo, taasuu isku dayayaa. waana ta rabbi subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi isagu inoogu soo dhiibayaa fii suurati annaas uu leeyahay min shari alwaswaasi alkhannaas alladii yuwaswisu fii suduuri annaas min aljinnati waannaas. fii suduuri annaas, dadka laabahoodu waswaasiyaa. idan cadaawaddiisu meelahaasoo dhan bay gashaa, meelaha iyo meelo ka badan bayna way gashaa. waxa uu doonayo ee keliya uu ku qancayana waxay tahay inuu naar kugu ururiyo. innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir, wax kaloo uu ku qancaya ma jiro. inuu naarta saciiraha kugu shubo mooyaane meel ka sokayso oo uu ku dafayo ama uu ku daalayo ma jirto. waxaa isweydiin leh xaggee buu degan yahay? meesha ugu muhiimsan ee markaska u ah ee shaydaanku uu dego ama shayaadiintu ay degto ee qofka ay ka waardiyeysa xaggee weeyaan? waa jidka mustaqiimka ah wey. waxaa cajiib oo la yaab leh, innaguna xaggeen doonaynaa inaan marno? jidka mustaqiimkaan doonaynaa. isaguna xaggee inaga hortaagan yahay? jidka mustaqiimka ah. shanta salaadood ee waajibka ah iyo salaadaha sunnaha marka la isku daro faatixadaynu ku aqrinaa oo laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab, faatixadana waxaa ku jirta ihdina siraat almustaqiim, waxay ku wareegaysaa maxwarku waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala inaad weydiisato inuu kugu toosiyo jidka mustaqiimka dhexdiisa. isaguna xaggee kuu fadhiyaa? laaqcudanna lahum siraadaka almustaqiim, jidka mustaqiimka baan u fadhiisa, markaska aan deganahay ee aan ka duulayahay waa kaas buu yidhi. meesha uu ka duulo shaydaanku marka markaska uu degan yahay waa kaas. jihada uu ka yimaado ee qofka kaga yimaado marka uu waswaasinayo, marka uu baadiyeynayo, marka uu awlaadda la wadaagsanayo, markuu maalka ka fasaadinayo, xaggee ka yimaadaa? ma bari buu ka yimaadaa? ma galbeed buu ka yimaadaa? xaggee ka yimaadaa? rabbi subxaanahu wa tacaala isagaa ina baray oo inoo tilmaamayo isla aayadda lafteedu wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala thumma la aatiyannahum laaqcudanna lahum siraadaka almustaqiim markuu yidhi, yuu wuxuu raaciyey thumma la aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu aktarahum shaakiriin. idan waagu markuu kuu baryo cadowga lagu yidhi fattakhiduuha caduwan, jahada uu kaa jiraad ku xisaabtami waa horay iyo gadaal iyo midig iyo bidix, intaba waa kaa jiraa. cadow ku koobay weeye, meel kuu bannaan oon kor ahayn ma jirto. kor muxuu uga imaan waayo? kor wuxuu uga imaan la'yahay naxariista allah subxaanahu wa tacaala baa kor ka soo degta, allah subxaanahu wa tacaala baa sarreeya, xagga kaama soo geli karow. meesha aad ku baxsan kartana waa halkaa weygaa weeyaan, waddada aad ku baxsan kartana waa waddadaas weeyaan. idan meeshu inoo fadhiya waa meeshaan u soconno, jahooyinku inagaga imaanayana waa jahooyinka noocaasa wey. hubkuu adeegsanaya maxay tahay? markuu kuu yimaado muxuu kugu samaynayaa? mabaangad iyo toori iyo qori iyo miyuu kuu soo qaadanayaa? muxuu samaynayaa? rabbi subxaanahu wa tacaala baa inoo tilmaamayo fii suurati lisra, aayadaha aan tilmaamayna markuu aakhirkooda wuxuu yihi rabbi subxaanahu wa tacaala wastafziz minhum ay min ibni aadam man istatacta waajlib calayhim bikhaylika warajilika
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. رب سبحانه وتعالى وحليه إبليس وسماء الله نوان دعيانا يا وكحيسنا يا إن يرميانا ها أنت كن رعدي ورطة أديك نارت جهنم كبوحنا يا كو لما وحنكو شيئا واحد سميسا واستفزز منهم كعي فضوذي ما هاتكو فضوذين واتكو كعين إيسا قف كستو بني آدم أو هاتكو كعيسا من صوتك عدك هاقا ميزيكو قراع وحيسوكو قرقراع وحيسوكو توسي البابو يعني واحد سميسا صوتك هاقا مزامير الشياطين ومزامير الشيطان أطن سيراكو بادية وأجلبهم ور وأجلب عليهم بخيلك وحد كويرتا فردها كوير تقني كذا إيا فردها إيا واحد إيسا تكوير ورجيلك رقتنا كوير إيا أفنتري وحي أفنتري إيا إيساتنا كوير ساس درتاد بأن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وحينوط المامين إبليس إنو فرد يبطى نحو كرسي وين ويالو كرسي وين ويالا أرورتي مركي تهينو عيدن كيسا كالدرو كدبنا ويالا متك فتانسان ugu khatarsan ee macaasida ugu weyn geysta kaas maaniga igu soo dhawaanaya kadib markay reportka u keenan inuu mid walba oranayo anuu waxaan sameeyay anuu kanaan sameeyay oo raxmadan sameeyay noorad iska tag ilaa uu ka yimaado markaa dambe mid oranaya anuu reer isqabo oo meel degan oo nabadahan u tagay islaantii odaygi baan isku diray kamana soo tagin ilaa aan kala geeyo isfuraan adiga way kaan rabaa bal xagga soo fadhiisa buu leeyahay halkan agteeda ayaan ma ninka way ninka aan doonayo ee muqarrabka aniga saaxiibka ila ninka way darajada siinaya dalac siinayo idan wa afantaridi uu diray wayan afantaridi ciidamadii uu kala diray kuwaas wayan rabbi subhanahu wa ta'ala wala layal wuxuu inooga digay inaynu ninka isaga saaxiib la noqono laakiin waxa isweydiin leh ninkan cadaawada qaba ee intaas oo jaaka soo galaya waxaan anagu sameynaya horta asalkiisa muxuu ahaa xagee ka yimid laba nooc buu qaybsamaa labada nooc uu qaybsamo mid waa asalkii oo waa duqi ibliis ahaa ee sujuuda diiday ee nabiyullaahi muxammad nabiyullaahi aadam ama abuuna aadam inuu u sujuuda diiday ee rabbi subxaana wa tacaala lacnaday ee jannadiisa naxariisiisa ka dheereeyey nin waa ninka oday oo waa asalkii weeyaan waanaka rabbi subxaana wa tacaala uu tilmaamayo ee uu leeyahay وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أسل كي سيوحو آجين وحونا كبعي ربي سبحانه وتعالى دا عدي سيبو كبعي فاسق بو نقضي ففسق عن أمر ربي ميد وكاسو كاوحي وددي سيم مرة وأمر كي سي قاتا وصيد أودغما هي أودغما وهو أذيك سيدان الشياطين بالليد هذا قولنا إيقو الله يقيم سمانه إنسي يجنبوا عليهن وأنا كربي سبحانه وتعالى في سورة الناس وكتل ماما من الجنة والناس يا ربي سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن مركا كواس وكوه وددي سي قاضي إيساق أوامرتي سي كشاقية هلكا كي يميد ويان ننكا أوضيق إيه النوع عاسا يددك إيساق أتوبرتي أوامرتي سقاته الراعة كودة إذا ninka isaga ah bal xaalkiisa ka warama ninka magaciisa horta waxa la yiraahdaa dhaalim laba ninka nin ka doqonsan lama arag saddex wadada uu qaatay ee uu bedel qaatay wax ka xun oo la bedel qaatay uma jiro saas darteed baa rabbi subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhaalimiina badala riyada warma inta la idiin soo tilmaamay ninka cadaawada leh baad haddana isaga iyo awlaadiisi iyo kuwuu tababaray baad weli ka dhiganaysaan rabbi sokadiisa oo laydiin sheegay inuu cadow idiin yahay buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala bi'sa lidhaalimiina badala wax la bedel qaato daalim uu bedel qaato arintaa ka xun inuu ibliis iyo sheedaan wadadooda raaco arintaa iyadaa wax ka liitaa ma jiran buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala haddaba cadaawadii ninkan uu qabay iyo wadooyinku adeegsaday iyo wixii uu sameeyey muxuu kaga guulaystay ilaan waa la inooga digay cadow waxaa lagu yaqaanaa haddii lagaaga soo digo laba arrimood inaad mid un samayso haddaad awood aad isaga celisa leedahay inaad difaac u gashood iska celiso haddaadan awood u lahayna inaad ka cararto
waad ka fakato labadaas aqliga saliibku tusayay ninkan calaawadiisi leeno cadeeyay haddana leenooga soo digay leeyay iska ilaaliya muxuu ina saameynana gaga yeeshay intee leeg buu ka xaqiijiyay intii badnayd buu xaqiijiyay calaawadiisi intii badnayd buu xaqiijiyay in yar baa ka fakatay xitaa mu'miniintii baa inta ka fakatay waxaa lagu tilmaamay in yar lagu tilmaamay rabbi subxaanahu wa ta'aala saa darteed wuxuu tilmaamayaa markuu calaawadiisa tilmaamayay muxuu yidhi maxaan samaynayaa laa qucdanna lahum siraada kalmustaqiim muxuu ku soo gabagabeeyey walaa tajidu aktarahum shaakiriin xaggan kale fii suurati lisraa muxuu ku sheegay laa axtanikanna duriyatahu ilaa qaliila wax yar mooyaane waan dacayanayaa waan kaxaysanayaa arrimihii noocaasa muxuu ka xaqiijiyay rabbi subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إبليس بلنكي أوقاضي يمليه سي يتصور كي سي يحو ملينا يي انتي بدنيد وحقي شي إن يرأوا مؤمنين أو فرق مؤمنين تكمدا إلا وحال يري إلا فريقا مؤمنين تيوردن ما قيب كمدا ومبافكتاي هل قاوحات كجراني مؤمنين تقاركا والعياذ بالله النار تقل يحقنا إيمان كله يهدو إيمان كودا لغاقا سو ساري دونو محا نار تقليي إبليس باقليي شيطان باقليي وانا مؤمنين كو أسمرك انت كفكتي شيطان أوسن لكو يالنين وقليل ويان شكري او يري ولا تجد أكثرهم شاكرين ربي سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور قليل من عبادي الشكور أدو مضي انت كشكرين ايسايو آد بيويريهن بيا ربي سبحانه وتعالى آد بيويريهن هذا هو الليال لنك على ود عليه انتي بطنين كوكو ليس على ود يسي ربي سبحانه وتعالى انه وقد يقاي سيدان السقائل علينا فاتخذوه عدوا ربي سبحانه وتعالى وحليه وحد كيالتان عدو كياشبو عدو سيدان وقيالنا محان سمينا سيري سيد دفاعنا محان قادنا وددين مرنا وعن شاء الله إن أنت المامو إلا اللح قضب هذه وقت ويسامحه وعن شاء الله إن أنت وانت المامو لكن وانو هي وقت ويسامحه هذا أن كقار الشنة من اللح إن شاء الله تعالى بانسكو دينا كقار قضب ككوبات الشيطان أتسكى إلى لين كرتو إدمال كاقا يا النفط هذا يا عافمات كاغا يا اولاد هذا يا اهل كاغا اتكغا الىلين كرتا شيطان اسكا الىلين كرتا يمحو يعني الاخلاص كو الاخلاص عملك اد قبانيسو الله سبحانه وتعالى درتي او قبو اني سدا تهي او قفكي اخلاص لغا هلو مخلص نقدا وسن شيطان وحبا سامين يا سلدا كو يلانينين رب سبحانه وتعالى با انو شيغاي و خونا انو سو غوريي اسغا لفتيسو انو سو غوريي ابليس او ابليس با و خو يري امدا وها كو جيرتا قارانن عنين با كو جيرتا قارانن باديين كريم با كو جيرتا قارانن وحبا ييلي كريم با كو جيرتا وا كو وه لو زينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين وانو قرحن وان باديين سي ادميهين لكن ايرو ادومد هذا كميدا او انم باديين كريم باجرا واكو مخلصين تاويان هذا مخلص يا ليدا مخلص تعريفاتك اما اصطلاحاتك علمود اي سميه وها كميدا هو الذي يعمل ولا يحب ان يحمده الناس ومتك عملك خير كا سميه اي عمل فشا او ان دونين ان لو امانه صلاه وتكنيا ما دونيه ان لو امانه صدق الله بحيا ما دونيه ان لو امانه ما يراد ان كوي صدقه الله بحيا كوي صدقه الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال ان المساكين تن وحسيني كوي ننا حبسك كسو ديني ددكينا ننا وحسينيو وحبا يدين كما ربنا ابال مرع إذن كما دونينو هبل واديقس إذن كما دونينو إذن مخلص حالي هذا قفك عباداتك يا عماشا أصمين أيو أن وحبا أمانك كما دونينين بني آذنك مخلوق الله سبحانه وتعالى أكتزا وحبا كما دونينين
هذا علم ليه ما دون يين لي هذا وعلم بدن ياهي امام الشافعي با وحكم اذا هذا لدو دي جري وحن جعلنا لها ددك علمي جاي اني قاتان وانا اني نسبينين ان انت علمي جاي كو عمل فلان او اي قاتان او برتان اين دين امام الشافعي با سايدي بان ادو جعلنا لها بودي جري هذول مركه وحوبه اقونين با اسك مسكين هذا انت معلومات ودن ان ميلها لغا شيخ شيخو ها markii lagu yado sheekh iska waran xogaha dowladays markii lagu yado war maxamedowna atira waraad ku sheekhnimada muxuu ilaawaa ha ku dhacay hagee buu gatay baash yaani waxay u baahan tahay waxaas inaad iska sifayso iska saarto rabbi subhanahu wa ta'ala taasu inoo tilmaamaya nabiyullahi muhammad sallallahu wasallam alayna taasu inoo tilmaamaya culimaduna waxay u dejisay islaaxaas ay u dejisay qofka mukhliska ah waa qofka noocaas ah ikhlaaska maxaa la yiraahdaa ikhlaaska waxay culimadu ku tacriifiyeen waa sidqu niyyati ma'a allah inaad ka run sheegto niyada allah subhanahu wa ta'ala ma'isa waxaa laga wadaa daahirkaaga iyo baadinkaagu waa inay iswaafaqsan yihiin sirtaada iyo calaaniyadaadu waa inay iswaafaqsan yihiin marka aad tukanayso salaadana aad tukanayso afcaashana aad samaynayso iyo waxaan aad akhrinayso waxa uurkaaga ku jira waa inay isleeyihiin afka waxaad ka leedahay uurkaagu waa inay iswaafaqaan ficilkaaga iyo qowlkaaguna waa inay iswaafaqaan qof iska warqaba inaad tahay weeyaan isku xidhan oo hal dhinac u wada jeeda laakiin markaad tukanayso inaad suuqa ka adeegato oo aad xisaab ku jirto oo idina siraadal mustaqiimtan marka aad samaynayso isaguna uu kuu fadhiya laaqa cudana allahum siraadaka almustaqiim isaguna uu meesha ku fadhiya adigu wax gee joogtaa shax baad ku jirtaa suuqii baad ku jirtaa xisaabaadii lowday baad xisaabinaysaa hawlaad ku jirtaa nabiy llahi maxamed salawaatu llahi wasalaamuhu calayh ayaa wuxuu inoo tilmaamayaa camalku hadduu ikhlaas waayo ilaahay agtiisa inuusan waxba ka ahayn wax allaala wax allah subxaanah wa tacala agtiisa ka yahay ma jirto xadiis baa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey min xadiid umama wuxuu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yaqbal min alcamali ila ma kana lahu khaalisa wabtugiya bihi wajhu xadiidka qaybtiisa hore waxay tilmaamaysay dhexdaan ka soo qabanae nin baa u yimid markaasu wuxuu ku yihi ninku hadduu intuu duulo oo ilaahay darti u dagaalamo haddana uu doonaya in la sheegsheego oo geesinimadiisi wax la sheega ka waran waxba mala buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaas wuu ku celceliyey waxba malaha buu yihi ninkaas markaasuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yaqbalu min alcamal camalka xaggiisa ilaahay ma aqbalo ilaa maa kaana lahu khaalisan wax khaalis oo ilaahay dartii loola jeeda may wax kale ilaahay subxaanahu wa tacaala ma aqbalo wabtugiya bihi wajhu allah subxaanahu wa tacaala wejigiisana lagu talbayo xadiidkaas umamat lbahili baa soo saa ayaa wariyey ibnu xajar alasqalaani fi fatxi lbaari ayuu ku soo saaray mujaladka lixaad safxada soddon iyo shan qodobka labaad walaalayaale sheedaan kale isaga ilaaliyo waa taxqiiqu lcubuudiyati lilaahi waxdah shaydaan ma doonaysaa inaad ka nabadgasho sharkiisa ma doonaysaa inaad ka nabadgasho ilmahaaga ma doonaysaa inuu ka nabadgalo ehelkaaga ma dooni maalkaaga ma doonaysaa inuu ka nabadgalo taxqiiqu lcubuudiyati lilaahi waxdah cibaadada aad samaynayso rabbi subxaanahu wa tacaala keligii u cibaadayso keligii u cibaadayso cibaadada cid kale hala wadaajinin haddaad wax yar ka leexato cibaadadood cid kale u leexiso meesha iyada ah ibliis shaydaan baa soo fadhiisanaya waxbuu ku darsanayaa halkiisiibuu ku tuuranayaa wadaantiisuu ridanayaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay dadka ilaahay addoommadiisa ah allah subxaanahu wa tacaalana cibaadada khaas uga dhiga isaga addoommada u noqda ibliis ma soo agmari karayo shaydaan ma baadiyayn karayo wax sulda iyo awood a kuma laha ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan arintii aan soo tilmaamayna markii lasoo tilmaamay waciduhum wamaa yaciduhum ashaydaanu ila guruura ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan kuwa aniga addoommada ii ah cibaadii rabbi subxaanahu wa tacaala isaga isu idaafeeyey idaafatu tashriif xaggee idaafadana xaggee la geliyay cibaadii addoonnimadii baa lala xidhiidhiyey saas darteed ba rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aniga kuwa addoommada ii ah aniga cibaadada khaaliska iiga dhiga kuwa iyaga awood aad ku baadiyaysa iyo sulda kuma lihid haddaba waxaa isweydiin leh cibaado maxaa la dhahaa cibaado maxaa la yidhaahdaa cibaado waxaa la yidhahdaa walaalayaal sida tacriiftii aad garanaysaan sheekhulislaam ibnu taymiya oo kale tacriiftiisii waa ismun jaamic likulli maa yuxibuhu allahu wa yardaa
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة واسمي مرع كل ميا الله سبحانه وتعالى وحو اتعالي هاي يوحو كرر لي هاي دمان تود الظاهر يا باطن كبا مشكلة دو ميشي كجرتان وقضب كاي ساقع عبادة إن عبادة ستا يمد بضنا لكن ظاهر كي يبادك إن هذا سوى فجسايا هول سهلا ما وانا ميشي اللي وكالت تغي إلا وقف ويسكو قربتو كان إسايو من سلاة دي سي طبعا ميلود ميلو حسابيي من كل قد لوغو حسابيي أما الله ميلود ميلو حسابيي وميشي اللي وكالت تغي لا وقف ويسكرب تاغيهن فاتحدي ووضع آخرين ووضع التحيات سبين اسكو شقي قبتين لكن عمل كم حقوق لا تجي وحقوق لا تجي الظاهر والباطن بحقوق لا تجي ما شهد الروح سابتم الدهننا وما شايد رب سبحانه وتعالى أكتي سوى قيمها كله وحي النقون إساء وحي قلب جاك كتشر بين النقون إساء وأنا تين بالله وعن صلى الله وسلم عليه وتلمامي إلهي فيرن ما ينت الله يكتين يساد ويكتين لكن إلهي وعفيرنا يا أعماشنا يقولوا تين وفيرنا يا الله سبحانه وتعالى وكيلها مانك قيامه يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السدع يوم تبلى السرائر وما ننسرها لصو سارئه لكن ما قوة لي ما له من قوة ولا ناصر أدو أود أتسرت هذا كو دفاعتنا مليهد عيد كروكوصو اللي صو طلعنا مهيسد مركا واحد أنا بنانك على صوتك يا وحي قلبك كتر بنانك على صوتك يا وحسل ما في الصدور بنانك الله كان وحق لا بع لجو قرينه إذن عبادته أقسام بلا ذا ولا ليال أقسام تذا مركل الصور يا علماء واحد كتيل مامين أفر نوع بكتيل مامين عبادة بدنية عبادة مالية عبادة قولية عبادة قلبية صدق راس كتيل مامين عبادة أفر تروح على الدنيا يا واحد تعي وإن الله سبحانه وتعالى كريات سويان عيدك لا عدن لو ذاكنين بدنية وكالصلاة والصيام والحج والطواف وكلا وأيو أدات إلى هل كاسا نسكفر السنة وحنيونا يا إنا صلاة كذو وأذن الله إيمان إنا تركوع ذو تسجودو دل غاق سميس أذن الله إيمان صلاة هذه ما أنصحي سوى بدنية وهي صونك وحلوبا يا أفكا غينا العنتدي كدورتو حج كسر وكلا طواف انتو ودن ربي سبحانه وتعالى بوعقوت المامي إن عبادته الصلاة وكلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صيامك وكلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام حجك وكلا ربي سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات وكلا إن حج واجب ربي سبحانه وتعالى وقت المامي طوافك وكلا وليطوفوا بالبيت العتيق بلا ربي سبحانه وتعالى هطواف بيتك قديمك تسوى عبادة بدنك ربي بان لدوني إن كنك عبادة ستو مدى مالك وكالذبح والزكاة والصدقة وكلا ويان وحن حوالاهين لما قورعوه حوالا وحناهين لما قورعوه الله سبحانه وتعالى عدانهين وحلو قورعان لما وقلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قورعي الله سبحانه وتعالى مبايسكاله عدك الله لما يجرته نبي الله محمد صلى الله وسلامه عليه وكو تلمان في صحيح البخاري ومسلم حديث متفق عليه ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وأنا متفق بخاري ومسلم وصوص عليهم وحيد النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى وحيد كربيا آبياشنا تقول عارتان واتان آبهي ويا واتي آبهي لعذابا إن الحلا فرتان حلا كفر أنا ننساي يلينين وحن الله إن أتكون عارتان ولا دمر كعقب بدن أنا دوق بدن واتن ولا له واي أباه واتن ويا دمر كعقب بدن هؤلاء يجا إذا ما بنا أنا رب سبحانه وتعالى عيدا أنا هين اللي قدرت ما بنا سوته عباده ويا ذبحه وعباده ويا ذكره كله دارت وحن إلى ذكره كله ده رب سبحانه وتعالى وإن أمري ذكره إن بحنا بل وحال قط المامي دين تتوصل بحال قط المامي aydi hada imaamku inuu gudu jinay ba kamida xaqna ikhlaaskii kasoo galay oo ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salaah wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima wa dhalika dinul qayyima diinti toosnay ba taas in salaada aad tukato oo zakada aad bixiso taas waxay tahay diinti toosnayda ikhlaaska ku dheenay taas iyada lafteeda ba ah
عبادة قولية وسيدة دارت أوكالة استعادة أوكالة قراءة القرآن أوكالة دعاء أوكالة لما تدني عباده الدعاء هو العبادة دعاء وعبادة لفتي دي ويان رب سبحانه وتعالى وتلمامه استعادة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعليه باين براي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نلعنه رب سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعليه كويري إنك لأنه قسوه قل أعوذ برب الفلق ساس علينا فري إذن استعادة وعبادة قولية دعوية كما تعي مركع الله سبحانه وتعالى إذن هنا المغان قشو ودولي صالح مغان قشو نبي مرسل هنا المغان قشو ملائك ملك مقرب هنا المغان قشو مين ما بنانا قبر هنا المغان قشو مايا أوه هبلو أفرتي سلاح جسية كاسو مي وحاسو لنا المغان قشو الله سبحانه وتعالى وحانا هنا لباوك على إذن عبادة قولية وصاصو كلا عبادة وقودة بيسوى عبادة قلبية عبادة قلبية ومدة وقودة انتي ان سوشاغنا صدح كلا صدح دي كلا سوشاغنا صدح دي وحي كحرين عبادة قلبية سيكو كحرين إنما الأعمال بالنيات أعمال شو أردو وحي كحرين تاي نيادة نيادة لما حالكيادة واحكي وقلبك ويان نيادة لما حالكيادة وقلبك نبي الله محمد صلى الله وسلم عليه حديث كي كرواكي كتلوا من حديث نعمان بن بشير أنا إن في الجسد ملغة إذا سلحت سلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إذن قلبه وعبادك استوت سميني يسو قلبك والله صعدا نيدي والله صعدا كما مهر ما يسو مرور بواكو حرمتها وحكم إذا عبادته ولا ليه القلب يده وحكم إذا النية خشوع ده محبة ده إنابة ده توكلك استقامة ده انت صعدا وحكم إذا عبادته قلبك أكتما تبك مديه وأعمال القلوب ويه وحلو بأن يقفكو إنه الله سبحانه وتعالى أخشوعه الله سبحانه وتعالى إنه تشعلاده ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولي رب سبحانه وتعالى هو إيمانك له تشعلك أي تشعليه إن الله سبحانه وتعالى وحكدر نمجر وحكدر نمجر توكلك رب سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك الله سبحانه وتعالى تلسارت إساقا كفرا رب سبحانه وتعالى إساقا كفرا قربك صدي حضول الليال يا شيطان كاتسك إلى لنكرته ولزوم الجماعة لزوم الجماعة جماعة إلى اللازمته قفوا مدى مؤمنين تأه للصعودة وكم من أه وكد حشرين تهي والله قوى مارمانه رب سبحانه وتعالى وحليه سواء أنت نوت الماما يا واعتصموا بحبل الله جميعا حرق إله واحد قبستان وعسكتان إذنكم اسكدن ولا تفرقوا أنك لتقنا ساسوا لي رب سبحانه وتعالى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من حديث عمر بن الخطاب نبي الله محمد صلى الله وسلم عليه وحليه جماعة ندنكوه جماعة بان ندنكوه حكا اللي حاننا إياكم والفرقة إذنك إياك لتكبان إذنك لديك إيا شهدانك واحد وقاتان قفك كلي أو الوصعدة لابد وكفك إياي قفك الدونة يا چند الراحة قفك الدونة يا جماعة هل لازمه حديثك وحوري عمر الخطاب وريي وصحيح بمجموع طرقي مرك الله يسكور وريو ترمذي وحكوسه ساري في الفتن أحمد في المسنده حاكم في المستدرك البان الواسحي حديث كاسو ولا لي الوحي نكا قادنا إن جماعة قيمها أي لها هاي مساجد كتكتو صلاة جماعة كتكتو ومدى دوت كحناتو دوت كاقو دحدة كجيرتو مؤمنين تا ماشا الله بهاي هاي إنا دوت كاقو دحدة كجيرتو ماشا سوما الوحي دادان طل كاقا إيا كبت هذا بدحدة لكجيرا بيدا دي عليك خلدين وحي كخلدين وحي عيدين إيدا دان كبت هذا إيا إسلام كبت دحدة لكجيرا بيدا إنا دهان كب كب تاري إسلام كوا نحن لقى كتيرة ويطول كوا حلقة يا بابك اللي يراه ده طول خريبا هذا ماشي هذا حقي كلا عدو رعدو هتيرا ده تقفل كي في قتل كي كم تشن نتاو هلك هذا كله آدو أو قاعدة قاطو حد نقول إيسا مركا طول كوا عكورة ليه قف كورة ليه وحكا عروضا قف كعروضا مركا تاسات كحنان إيسا الله تعالى ما بانا
التزام بالجماعة محلها جماعة هذا لازم يمحلها سيلو لازم جماعة على جماعة محتاي محي وضعتا جماعة هذا لازم كذا وحي كان سنة يسا والله أرينوي الله أرينوي الله بدنا عبد جماعة هذا كل لازم يسا الله بدنا عبد كل لازم يسا وحي تاي هرت عقيدة الجماعة إسلام كأيله راي السلف الصالح لقصوا بالله النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وين العقيدة تاي عقيدة هذا عقيدة صحيحة وعقيدة السلف الصالح وين تاي عقيدة النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وين تاي الله صفا الجماعة وين أدو كتير سناته واحد وين كوديبان وين عدو كوا وين عدو كوجي هاي ماشي هذا وين لا عدو ماشي كنت كنا وين كرت كت ماشي وجه سنة أنا قبلة وين القبلة كواعته إذا ما هيكون صور رئيسا قلبا وقالبا قلبك أقول ماشي وكحرين وين الجماعة هذا نقطة مسلمين تاع حقا كلنا قد قدرهم كأي أمور تاعه وين الجماعة هذا إسلام كالله سعطوه إسلام ككم تاعه كده حجرته هذا سنة نقوم ويدو أو الإسلام كدين عنا كلا سعطوا دين عنا أتكلم عتو أرنت يا إسكاله منافقين بله يا إسكاله رب سبحانه وتعالى مركي في سورة الحديد وكقال لي منافقين تا سيئوا لسعود المؤمنين تدرب قال الله أحد جاي من قبله العذاب ينادونهم يجي بقول واقعيا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور مسلمين تيوحي لك هذا مرؤون إن لقى إله لدوني تشابي دونان وقالوا دقوا لي سندونتو إذن مركي مسلمين تشابتا دات رياضة خلط كأيها إسكالها مركي هراء محاي سكتها ينتظر إن إسكال علين كرين هولها محاي أقيه بدها محاي قليه مركي لقوا لي استو وإسلام كو في عيه ونبض لتشوغنا واتفي عانتها حقا مركو خلال إما دينا دين على دي بودي تاسلو ما بانا تا جماعة لازم كيدو تاما جماعة وينات كم دعاتو حالت كستو اسلام كو كسو غيني هاي وينات تاقناتو اسلام نمد هذا ايمان كاغو وينو تاقناتو فتن كو اسم كسين بالريحنين مركزة واحد نقون ايسا قف جماعة دي كم دعاتو ساسا تكون نقون ايسا جماعة الله فأهان تيرا هداي تيرا هذا عدو ولو تصبح قمر اللي هذا قورت ايقو تيرو جماعة دي آنقا آكا ورما آنقا بجماعة دي قولت دربانك غراء ايسا وجماعة دي qolada hawsha halkan ka tumaysa waa jamaacadi anaga toosan ahlus sunna wal jamaa anaga nala dhaa qolo walba haday tirada ka warama oo baashu waxay leedahay ruud la raacay leeda waxa qarqarsoon wax la taawiiliyo iyo wax la soo jajafo loo luqluqa ma waa manajka nabi ilaahay muhammad sallallahu alayhi wa sallam arinta isoo fasiray abdullah ibn mas'ud ayuu wuxuu leeyahay jamaa waxa la yiraahdo uu ku tacriifiyay ma waafaqa alhaqqa walaw kunta wahdak haqqa waxa uu cid waafaqsan شخصك كلي أبوه النقطة كاسة جماعة ابن عساكر بس هو صار في تاريخ في تاريخ دمشق أيو كوس صار سنة كأثرته وكوريين وصحيح ويان قلوب كأفراد الشيطان كات كأنه بتجري كرتية شرك هسا ومحافظة الصلاة مع الجماعة صلاة هذا إن الجماعة كوه بديسه هذا دون شوان لا إسكن نقطة oo saad guriga u dhaxfadhay islaanta ku dhawr salaadii barra laga baxay waase la jawaankaysi aad ku tugato suuqa marka joogta dukaankiisa hortiisa una aad ka dhigato aad tiraado anigu salaada un inaan tukado baa iga go'an laakiin masajidka iyo meelaha ragga kan shalaanta ee xarowyada iyo culimada iyo ragga kan shalaanta ee carabaha iyo meelaha laga biilo yaa masajidka taga qoliyahaasi qoliya masajidka taga anuu waanu shaqaysana waanu diidina dukaanka ayaan uga taga masajidka markaan aaday dukaanki baa wada xiro kam suuq fulmale إذن صلاة واحد مولى سأدو هنا شقيسنا يسوع نينكي أذى جابا كاش شقيسنا يا سوتو ماشي وكمو يالين السوق أبدا ده تاعنتهاي ماشي ودك كوبا دي إنت ريب ده تاعنتهاي سلسلة دي سي دبين كي سي بتكون حشرتها أذو هذا يسوع كمان مولى هنا شقيسنا يسوع أذى أنا والله كاش شقينا يابا إذن صلاة قفك كحف ذي الجماعة هذا شيطان يشرك يسوع كنا بات كلا مدور يسوع شيطان كنا بات كشو جماعة هذا كحف ذي صلاة صلاة حفظي يا جماعة هذا كل حفظي والله ما كان عريمات صلاة هنا تكتو يا جماعة هذا هنا كل حفظي سو ولا بواجب ويا جماعة هذا هنا تهدانا وواجب صلاة هنا تكتانا وواجب ويا مركز صلاة هذا تكتو واجب كذي كان عي جماعة هذا واجب كذي حقيقة جينيسا إلا نيجون واجب يا عيد أرنت أيضا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه باتي الماما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية
ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية من الغنم القاسية. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وحيه أبو الدرداء وحيه عن كما قال نبي الله محمد صلى الله وسلم عليه صلى الله عليه صدحن وتولد دقن أما قرية دقن أما ميل بادية دقن ودرس أو قيسس ميل دقن وبادية دقن وصلاة عن جماعة كوغين ومتران هذا عرفته يلو نيو لو غوري يسو كتو كنايو او ددكو جماعه اني اسو يان وا صدخ غليا مغالاي وين يا ما هبا هذا عرفته رينتا يو سمينيو نيو لو غوري يسو كتو كنايو او جوان هور دغنيا اد كو عرفته شيطان با كا قاريب نوقدي نيمانكا شيطان با دوفسداي اوغو اديغا ميا فعليك بالجماعه وحان كوغو اوغاي جماعه ارينتا وحان كوغو اوغاي مخان جماعه كرب هدان اسكو تو كدنا فانما ياكل الذئب من الغنم القاسيه وهذا لا تدروه وحنا أبيض وحي عنتا نفك جارداقة هراقة حولها كهرة أرجع دنا عقبها نفك سقطة نفك أرجع ده هذي سكتشر دروه مقاطه دروه مقاطه نفك كونها فديا نفك أرجع صوت دب صوت كج جابي مده هنقولي وين هراقة ودافتي مده دنا عقبلا حتى أرجع دنا عقبلا حتى كواس عنا كواس دوا عاد يدروه ييجي يو كواس عنان مركز هذا سوكله هنقولنا جماعة لنا عقبهن هداد جماعة لنا عقب هذا أو جماعة حفدي ويدو ويحيي كسوق عليه شيطان كوسمه يو عندنا كويدنا نفط هذا كويد نفط هذا كويد حديث كسوة صحيح أبو داود النساء باوريي البانين وصحيحي في صحيح الجامع رقم كشنكن تضاب قولي هل هل كسو كقري هل كسو كقري هاي قف قدون ينوقون نقضه رب سبحانه وتعالى أرنت واتوين وقد قيولا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله شيطان با كقارب نقضي مركزو وحو هلمانسي ذكر إلهي وهي مركو كقارب نقضي ذكر إلهي بكو هلمانسي ما أنت أردن سوقات شوكتا ما أنت أردن واتفكر إيسا ما أنت أردن واتسعوتا ما أنت أردن هول باتكو جرتا تانس بالهيستا لكن مدى كرتا الحمد لله رب العالمين سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر مدى كرتا ما أقول دعاي فأنساهم ذكر الله ذكرك إلهي بقول وكا غارب نقضي كدب ذكرك إلهي بقول المنسي وكا هو تشنيا وكا هو تشنيا حقيقة كتمد مع صلاحات كشيبة كتمد نين حروة أيا شيخ يسيسو الله فرده وحكو يري قصة لوريو شيخو الله إلهي محنو نحرس دم بمن قلينا خلالات بانسك قلينا رب سبحانه وتعالى نوع عقاب ماي مركزية الله إلهي يدون قرنين إن بدنو أن قرنين محوك عقابة أما ضد بدنو أن قرنين محوك عقابة مركز يوم حيين قواس مركز يوري إن مسالجه هو شيء ذكرك إله ذكرك إلهي إن مسالجه هو شيء صعقاب ما ذكرك إلهي دي لجاه هو شيء سبحان الله وبحمده الله بقول شر هذا ترى هذا أرورتي رب سبحانه وتعالى دم بجاك دافع يوم ثمن شر هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ترى هذا الله متعينين أدون حري الله متعين أدون حري الله متعين أقول أعوذ برب الفلق أقول أعوذ برب الناس عدال آخره وما نكا شركا وردن لقلنا إلهي سبحانه وتعالى كهانا بتقلين أيو أرما هاسو دل هدين قوه المنسية كورا سو نوع عقابة ما صلاة خشيع لدي إمسان لقيتك سييبو صلاة ديبو تكان أيا مركي إمامكو قريبا وقدن بيسي السلام عليكم السلام عليكم وقوة حالي هدو مسبوق هانا دي بابا هايستو ولقالو هرمار رقعضو ويبا كلو ميشو مريب مركي ميلو كرها دي مقران أيا كوة أكتي سكو تكان أيا وينو يداوني وكان هرت أكت هذا isku mar soo salaad ma inaysoo gelin horta yaa hayru kaadiba iska soo adu waxa qirada dheere isagu intu ka dhameynayo si aad ula socoto ma garanayo ma laba waxa dhameyn laba intu kaadi ma garanayo salaadi meesha ka maraysa boo soo ciqaab ma wanu ciqaaba wanu ciqaaba wey idan imisa la ciqaabay wiiri dambi uu galay qofka loo ciqaabay isagoon garanayn dhuruubtan aad Allah subhanahu wa ta'ala ka galayse aad weesay inuu iska kaafiyay meelo kala laga yaabaa inay wax ka soo galaan imisa arurti caasi ku noqotay oo arurti waligiiba korinayay oo noqday intaa loo deeg suu korinayay markay 18 jir gaareen iska dhaqaaqeen 18 jir gaareen iska dhaqaaqeen ilmaan super power ka noqday mindiya haysa dadkii dhalay maraali bay kii maya waxa laga yaabaa dambi ay galaan inay tahay ma ila wa musiba ma asal musibati illa fa bima kasabat ayjikum yaafu an kaseer idan shaytan horku ka qaalib noqdo ilaahay digirkiisu ku ilmaansiinaya qodobka shanaad ولا ليال وقضبك أقومهم سمع السلاح وحنا أطلنا يسوى ده وسجليان أنت المامة إنه تلمامة حنا أطلنا يسوى ده وسجليان وما هي الالتزام بالكتاب والسنة قفكو إنه لازمه شوكتيه
إنه كتاب كإلهي يسون هذا النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه كتب قاطه كحد ناظه أو سن ملكنا ولا عنن بلهنا ولا عنن إياه وقع أمر قاطه وحي فران وياله وحي كربان وقع وحي لقرب وقهره نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وقود أيضا وأنا سيدي اللي نقرب أيضا قفك السيدة يلانا وقفك إلهي سبحانه وتعالى اكتسب حكا رجينا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر حاجة كلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أمرك اللي نسيبه إذن هذين كتوصنا أنا كتابك إيا السنة شيطان إيا الشركي سواء كان بدقلي شركة كان بدقلي وعبادة كان بدقلي وعافمات كان بدقلي وعروت هذا كان بدقلي وعود كان بدقلي إلهي سبحانه وتعالى وقائل علني حتى تقطوصنا وضضع إيراء ربي سبحانه وتعالى وحليه هي سوى إلى أمره وضضع إنهم قطوصنا وأن هذا سرادي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي في سورة الأنعام وضضعي وطاس هو عدعي مجدي كبيرته ما يريرا أو واحد أركواه معها ما قال الله أنا وتوصنتها إن هذا سرادي مستقيما فاتبعوه راعا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ملك يبلع لا يمنة ولا يسرى ملك يبلع ما الله ولا عننا رب سبحانه وتعالى سأسوليه إن السرادة هاي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه بأنه شرح آياته وحليه هاي وأنا ينوع عديي فقد خط بيده ثم هذا سبيل الله ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا سرادي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وأيسوا صورة آيات أن نوتي الماما يروحوا دولكوا ساوتشي حي وركزوا يروحوا لي أنتوا ساوتشي حي يروحوا إن هذا سرادي مستقيما مدوا إلى هيلة يجتك مستقيم كتوصل وقع وركزوا حقنا ودوين وقتش حقنا ودوين يري يروق وقتش حي وركزوا يصبوا كل يدين شيء هيا نوقع ودق قرآء ولا حتى وضيقوا مشرتوا إلا ماذا هذا وحفر يا شيطان وأنا يدين يري يا كاريو يبين الله بعيدن كيريا شيطان حطت كويا له إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. كارا يي مر هذا إبليس كوي هذا الشيطان. كارا يي هذا مر كوي هذا كوي يا رو. سعيرا ويمشي كوي يا ري. لكن وحلاقي يا وين هذا نكرنا إنه الناسح موليس. وقاسمهما إني لكم على من الناسحين. سيما كاديك يا عدو نمكو. ضرب وخرجوا ريا. وعقولي إني أو سرادا وتكن دونتا دكان كاجا إسكاجدو. هذا عصر كذا دكان دونتا. سومارتي واحد كستمر يا عيا كوا كوزو في فيرنا يا سومارتي دكانكم كوا اكتاجن هذا كاش شيء الألب ألبابكم كوا حيو كوا هرتاجن ويكسر دقائق دونان وهذا كوا صوص علان مرك أنت كسر دقائق يعني هذا ألباب كحد يا واحد كاجا لنا يا ساكن ودكتور واحد في المال إنجدن مرك هون ليت بابط فرتي دكانك مرك حوجا وكادي ونكون نصيحين يا سومارن سو شقتين صلاة وقت كده وديري هاي هول ماشون كوا آخرنا يا هذا هول ماشون كوا آخرنا يا وقاسمهما إني لكم على من الناسحين مرك آدم يحاو كويدا ورواسة جدر ماتينا لقر رواية ورمش وإذن كسه الرئي أنا إذن كأقان نك إذا هن يسوي الشقيان واحد في عني واحد ماشان أنا ديجان هركوها أنا جاي ويدي أنا مايو مدي دينها وقاسم والله بالله تلاه وسلاس جيت كان سومها لبا الرماد وطا ولقين دمان ميسان بقرنا ونقرنا ميسان يا هل كاسوا كبر وديو إذن نينك أذى قولي وتشوجا أذى قولي وكونا سحينا يا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وكوي وهايا وحكوي وهايا وبادي ويا حديث كاس النبي الله محمد صلى الله وسلم عليه وقلت الإمام آياداس إمام أحمد في المسند كوري حاكمنا في المستدرك حديثكو والصحيح ولبا رواية إمام أحمد أياسيس إحسان ساسي علماء ذليين قلوا كل حد يعني شغل إنهم كسر قبائل كلمة واحدة هاي والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم ربي سبحانه وتعالى إن أتكمل عن قشره
شيطان يا شركي سينات كما قنقش ويا أود مرهن لا حول ولا قوة إلا بالله نينك نسقنا وانين خبيرة وانينك آدم يحاوشنا لك صوصاري وانينك انت صومد صوب بعدين يي وانينك انت فساد كسر شقين يي مركب وبيع قانا قف ولو ماشوا كن نقول يا سلام دمرك الله قال سومي نارك سلام دمرك الله قالوا ماشوا كاو سواسينا سومي نارك وح الله لو يح قلبك وتشعلا أما أتكشي كيسنا يس سلام دكهر أما حوجا أد سويدين يسوق ويرق اللعنة أما حاجة كلا أد أد قوم رجيسنا يدق وقت كا يكوزو حاضرنا يا مرك قلبك وولق يا وأودا دمايا سوتا واحد وح كوجت هاجم بوا وح كوجت هاجم بوا بلو حسامين يا إخلاص كل لفتي سان كسر بالوري بكورة راعية وا وكورة راعية إن الإلهي كائل عليهم ويانه صلاة مرك هاد قشة وترى الله أكبر أني دلتي ما دو وح كله ورني وصف عن صلاة وما ذا حرنينه صلاة صف عن النيوت سو مرتين الخشوع ها كنا قبل الله أكبر مرك هذا ما يا سامة أصلي فرض الظهر 4 ركعات أداء لله تعالى مستقبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصلي فرض الظهر 4 ركعات أداء محوكو قبر حقيقة كود حفديا صلاة دي على ربتين هذا حقيقة تسوي كود حفديا تيبو كود حفديا مرك إله سبحانه وتعالى وكاقب توكابت بادية مويانة وحد أنو 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 إسكالين كرنون سقف لنا هاي معها وحد أنو سقف لنا هاي ما وينقف كود ذلك هي إسكدر رب سبحانه وتعالى إنه كلمة ويديسو ما كان قالنا رب سبحانه وتعالى استعاذة ذا محل إله ذا ما هو الاستعاذة ابن كثير الحافظ ابن كثير صوت الماما يا أرنتاس استعاذة وحيتا يقول الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتساق بجنابه من كل ذي شر وحل إله ذا بالاستعاذة ذا والله سبحانه وتعالى والله إيشه لا إسكت هيريو لا إسكت دتشيو لا جبريو الله سبحانه وتعالى إنه كادريو وحكسته الشر لشرك وضع إنه كائلاليو استعاذة معنى يدوح النقرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركا الله هاي إلهي وحن أن دونيو وإهدنا السراد المستقيمة ووضد التوصنة وإلهينا نعابداء الله سبحانه وتعالى وحن كبر إنه الشيطان يقف السادينين حقا كلام رب سبحانه وتعالى وحن ويدي سنيا وضوح الله سبحانه وتعالى إقرأي إنه الشيطان يقول ريحين حاجن كلام رب سبحانه وتعالى وحي الهي امري او يري السماء شدانو سريغو ريستاغين استعاذة معنى يضوا سيدان ويا مركه لا سو وروريو مركه لا سو وروريو رب سبحانه وتعالى وكان قران كيسنا اوتلا قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق واحد أبو رطيع دل شرك سان الله سبحانه وتعالى وكما كان قال واستعاذة ذي استعاذة ذي ولا ليال استعاذة ذو يضع قود أهان لك عربه ولدون يا شيطان يا شرك سان إلهي كما كان قشو وحاجر مواضيع خاصة ونصوص قوري وكسو أرورتي ولدون يو وها مواضيع واحد شرته واحد شرته مواضيع سجونية لدون أيه إن الله سبحانه وتعالى وقام قشر تام عن هذا وعيته مثلاً نيجي حوالها راعي شريبة يقانة أجي على مركو قف كل شيء وواحد شرا قار سجوني الله وردي يا شرا الله إلى عليه سكول حش على ما قار بعد ما أنت أوردن نيجي جي على لشوا مركو صومر وهاش يبلاي مكو شرته تام مكو شرته تي كلام كنت شرتا قارنا كور كام مكلاص على إني جيل كم يديين وهذا ركتينه بحشنا هذا العقدة ولا سيك اللي تعلي هاي هذا هلك العكين يا قشط هلك أنا إن دولار راح قشطه ما أنت ورا ساسة تبين ماشة دولار كوكشر كلب أبو كوكشر ده مثالهم ده أتحاون لحشة له جوني أبي لها ساسة كلا دعاءات كي عبادات كأنه سمينه إنه يقول لحشة له ما قار واحد ترى أوبا عن سيك جوني إن لغة ورقبه حاجة كلام مركز كفير إذا عدو مركز الغوشة يا جو، أول قول هذا عدو باتشرا، عدو مالا لقف لي يا مالا لقف لي نين باتشرا، مثلاً تقول ما قال لنا بتكتابة، وحلو قول إيري هذا هلك كوت على ماش هذا، تقول هذا كبران، تقول دمالك سوى تشوفه، بس هذا كسيس كرت سوق قبلا كرا،
لكن أريه دي مركا أدمار إيش توقع لغوش يا جاي تهدر عادوا ماشي لغوش يا جاي تهدر قوني هاد قادر إيسا وحلا جاك بعدين شو قوني أنا تسوي عليه شو وردي إيش ما حقو شو ها حق إيران كوريجا توالف كان كسوريجا حق هذه لغوش مركا عادوا وحوله ملا وأنا وياه يبوليه مركا شيطان كواح ترى ملا ودقيه هاي ملا وسن كم قنانين ملا شو قوني أمريكا أنا دوقة وقبطات سكيل عليه سو ملا هاي يرا أو سن كوكو قادين ولا كم مارمان إخده ويستاجو ودوينك وفريستو ملا ها وكوب بعدين هاي ملا هاي نتكيل عليه سو ولا كم مارمان ودله سبحانه وتعالى كم قنكشو حاجة كلام عبادة هذا قار واحد ترى هذا كم مارمي كرين والله فدبرتيا وقار كله فدبرتا هذا أقولين إنه شيطان كواس واسيو مركز صدرت هذا وإن الله سبحانه وتعالى وأفيفته إنه إله سبحانه وتعالى شيطان كي شرك سبكة كأنه بتجليه وكل إلى عبادة داس وعكمل ده مواضيع داس نصوص أي سجوني أو شكتي عند الإحساس بنزغات الشيطان أو سويسه مركز داريانته أما سلات كتر أما بنان كتشوب أما هول كلا كتر مركز داريانته شيطان إنه كوا عيارة يو قلبك وحكة تعبان يو كوا سواسين يو كوشة كين أيوه، مركب الدرين تين لغو صاق علي، دي عادوا جواكوا هيا، مركب حلو بانته دفاع عنك شالو بانته، هل كأي لا استعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أتري هذا طبانته، مركب الدرين تو، إنه كوس واسين أيوه، صلاة هذا برتن كده كتشرت، فاتح هذا دحر هذا مرينا يسوع، إذا نصر هذا المستقيم وصر هذا الذين مركب مرينا يسوع هذا درت الله بحي، ما عاد ثمايني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله إهدنا الصراط المستقيم هذا نكسي بالله قرآن بعد آخرنا إسحاق كتاب قرآن سواق هذا تي قرآن كي واحد دل إسحاق توس إيه وما زادت كتور تي لكن قرة سواق رسي إيه واحد سواق رسي إيه واحد شيء يسمينه ما تقانيد منه ما تقانيد آيدي أتسواق هذه معناه هذا الجوي دي الله هري ويا قاني مرنا وكم ديري نبا يا كوسواسي إسحاق كوسواسي مرنا عصو فريزة ترى إذا مركو إحساس مرك هاد دارين توش هذا إنك إنه كسواق على إله سبحانه وتعالى كما قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله مركا دار انت شيطان كونك وسواسيو نزغات كيسيه وسواس كيس مركو كوكو تورو مركا يلا رب سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الله سبحانه وتعالى كما قال مركا وسواسك يا نزغات كيس مركا دار انت لبا عند قراءه القران قرانك مركا اخرين يسو ويا قرانك سيده الروب كدوغ وسو بخيو بو قلبك إيمانك وقصو سارا سيدا وطوسي سيدا عيد كستو وحطوسي ساي وحطوسي سو سيكافي عن بقرانك وحطوسي استقامة ميشة لقر هذه وحاكمل ومهم سن قرانك آخرين تيسا كمل وانا ترى سبحانه وتعالى أوليها إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم قرانك وحكرا ما هو ذكر عزوز قفك إلينك إلين كم بدو دورة يأينو توسناتون وياي بدورة يساينا توسناتو قرآنك آخرين تي سبادي هل كامركا آتاقان تاي شايدان مدونة يا قلبك آقين ودوك صوبعو شايدان مدونة يأينو قلبك آقو في عنادو وانا النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وإلهي ويدي سنجري دعاء الهم والحزن مركو آخرين أي اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك ها أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي سأسألك النبي الله صلى الله عليه ربيع قلبي إلى قلبي جوجي سكدك جوجي ماشي جود إلى دوك ما كسبها قلبك إيمانك كسو سارا قرآنك أغرين تيسو مدونا يمرك شيطانك وكاوس واسنايا مدونا يهينو قلبك إيمانك كوحو قيستو مرك رب سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قرآنك مرك أغرين تيسو الله سبحانه وتعالى وحد كما أنقشا شيطانك إن حريست إلهي لك ديري صدح موضع صدحات إلا دونا يو si goori ayna iskaga ilaaliso waa meelaha uu dagan yahay ee uu dadka ku gaado weey waa xagee musqulaha kamida qashin qubka kamida nabi ilaah muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadith uu wariyay anas ibn malik radiyallahu anhu arda wuxuu leeyahay nabi kaleey sallallahu alayhi wa sallam wuxuu dhigi jiray idha dakhala al khala qala allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith
وحوله جري النبي الله صلى الله عليه وسلم عليه مركم مسقوش قال يو أما وكرتك يو مالا مسقول هين بو وكرتك يو عورتي سو فين يو مركز وحوله جري النبي الله صلى الله عليه وسلم عليه وحان كاما كان قال شهدان كيسا لديك يكيسا لبوا كاما كان قال لبوا كاما كان قال حديث كاسوا متفق عليه طلبك أفراد أشهدان موضوع أفراد أشهدان سجوني الله سبحانه وتعالى لغما قالوا وعند الدخول في الصلاة صلاة مركات جليس وهي الصلاة وحلقور كرماء صلاة وطير كيوية صلاة ومدة هديكوها قد أعماش ورنا يكوها جاجيسو صلاة ومدة نلقوها كقاضي نمان كقيامة إلا الجويدية ماشي أتاجنتها صلاة ومدة اللي نقوها جبيه صلاة ونور يبرهان يحجوا يمانك قيامه إذا هو حلا ضيع كروش هذا نقصي دين كرماها والله سبحانه وتعالى إنجيل ليس قبته الله الله جمع عن جلوه والله جمع عن جلي رب سبحانه وتعالى أتكمل قشين ولا يكون بعد جليه أريد أعقد زين يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كسر من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وعليه سحابي قاسو أما وحوري سحابي قاسو رأى النبي صلى الله عليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه نبي عليه الصلاة والسلام أصيد عليه بان مقليب ساسودي جرى نبي عليه الصلاة والسلام سوى تكنا يوصلاة قليا محويني الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا انت امرك يدعو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الهي ما وحان كما انقلي شيطان كان حريستا لقد ديري اللي فوقيه من نفخه بان كما انقلي ونفثه وهمزه بان كما انقلي كلمه كان معناه هذا محويه من نفخه كبر كيسان كما انقلي انتو كبر يقول تورو ان اسلوين هذا وحسلان نقضه وان اسبومبوني وحسموده ارنتا ايلا واما عبادته اذا انبومبونيه أما عقلك إذا أم بومبونيو أما علمك إذا أم بومبونيو أما عبادك إذا أم بومبونيو أم بومبونيو وحيلا نقطة أما أعمال شهرية الصدقات كي كلا أم بوم إنه كبير يقول تورو يسلويني أنت أصلا إله كما قال من نفخه بان كما قال ونفثه شعر كيسان كما قال شيك كيسان كما قال وكو شاكين يا كو قبيا يا وكو هيسيا واستفزز منهم من استطعت بصوتك أو كوه سيئة، وأبو كوه آخرنا يا، إذن جبي إنسان كمان قال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وهمزه، وحن كمان قال أي، حنق كيسئ جنون كيسئ دل كيسان كمان قال أي، ها شيطان كوه وعدوه، هادو كان سكاه لو كدلي، وكعشري، وكوالي وجنون بكوغردي، أنت ما وصمينا يا، حق عافيمات كي بكاسو قلي. وحقوق الصمينة يا حق عبادات كي وكاسو وقلي وحصل لهم حقوق الصمينة إذن وحريش النبي عليه الصلاة والسلام من نفخه كبر كيسا ونفثه شعر كيسا وهمزه حنق كيسا يموت كيسا يجنون كيسا كما قال انت وإناد الله سبحانه وتعالى كما قال حديث كي عذر رضا انت بضن وحيالا بضن وعذر رضا كم دا وحيالا السبب كينا حنو نفر بضن بضن أسباب النقضاء isha oo kale isaga soo jeediyo dadka oo inuu ku dhowro oo waxa soo kale waliba isha is xasad ka wadata waana tarbi subhanahu wa ta'ala wala min sharri hasidin idha hasada oo kale sihirka oo kale yalla adeegsada shayadinul jinni baa la adeegsada shayadinul insi baa la adeegsada oo sihirka marka qofku sihirka sameynayo nabiyilahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam markii la sihirayay ee waliid bin al-a'sam iyo gabdhihiisu ay sihirayeen yey adeegsadeen wiil yar oo yahuudi baa adeegsadeen waxay yiraahdeen waxaad noo soo xadaa وحون ألعاب كيسة كملة إلا هذا صحراء وحوي أديك سدان وحي دايان وحي يلا أديك سدان وح كملة كبتي سو أكلة وح ومرأة وحدة وديد كيسة كوي الله أكلة تميه سو أكلة عديه سا وحي الله هاسي ربان هلاسي ورسنا يان لنبي عليه الصلاة والسلام تميه سا سو قادن حارب بيكودرن حارق بيكو جنتين كوي توان ولا بيك جنتين عالك وكوي سالك ودكاي نوع عسي وسحرن إذن حنو نرى صوتنا وحيالها أسباب تقول نقضي كيانا وشيطان كأكشقية أما نوع عن إنسي قاها نقضي لأذيك سنة
oo nooca insiga ah waxyaalo badan baa loo adeegsadaa oo marka mashruub iyo maakuul iyo sixir waxa marka uu yahay waxyaalaha la sameeyo waxa kamid cabitaanada iyo la isugu daro deeshaadiinul jin deeshaadiinul insi baa loo adeegsanaya shaadiinul jinka shaadiinul insi ka khatarsan oo culimadu markay fasirayeen minal jinnati wan naasi oo kale markay ka hadlayeen waxay yidhaahdeen meelaha uu kaga xoog badan yahay waxa kamid ah awood ma isticmaalo shaadiinul jinku awood ma isticmaalaan laakiin awood oo laba nooc loo qaybiyo shaadiinul insigu labadaba way isticmaalaan labadaas waa maxay mid wuxuu samaynayaa dee hadduu kaa awood badan yahay shaadiinul insigu hub intuu soo qaato oo toori soo qaato oo qori soo qaato oo baangad soo qaato wuxuu ku leeyahay waxaan samee wax baadil oo waxba ka jirin buu kugu khasbayaa awoodda waa adeegsanayaa daahirka ah mid kalena waa adeegsanayaa oo daliil ah oo intuu kusoo horfadhiisa uu kula doodayaa markaasuu wuxuu kuu keenayaa daliilaad iyo qusacbalaad iyo gabayo iyo kanuu kuu keenayaa markaasuu xaqii kaaga leexinayaa meesha afka kuu saaraya ma adeegsado shaadiinul jinku waxaa ma adeegsadaan inuu meelaha kaa xolxolaysto wax kuu sheego oo soosa kugu sameeyo oo ka soo wareegeysa ma awoodan qayaxan waxaa kaga xoog badan shaadiinul insiga kaga xoog badan shaadiinul insiga kaga xoog badan calaa yati xaal shaydaanka in laga magangalo xilliga salaada la gelayo nabiyullahi maxamed salawatu llahi wasalaamu aleyh waa samayn jiray xadiidka isaga aan tilmaamaynay ee u dambeeyey ee ay ka mid ahay min nafqi wa nafthi wa hamsi ay ka mid ahayd waa saxiix bishawaahidihi waxaana saxiixiyey albani baa saxiixiyey marka uu takriijinayay kalima tayib safxada 55 halkaasaad iyadana ugu laaban kartaa laakiin waxaa laga yaabaa bacdu annaas inay ku yidhaahdaan marka wasawasada laga hadlayo ama salaada dhexdeeda laga hadlayo niyow salaada markaan galaya acuudu billahi min ashaydaan rajiim baan idhi waan weysaystay niyadayda waan hagaajiyey haddana bahalkii igama hadhin salaadii waa igu waswaasinayaa ragcadihii buu iga qaldayaa qiradii buu iga soo dhexgalayaa waanan magangalo ilaahay baan magangalay xaggee la iga soo galay magangelyadii aan sameeyey xaggee martay likaa walalku xaggee ka marayaa shaydaankan aan maanta o dhannaaraya acuudu billahi min ashaydaan rajiim aan lahaa xaggee iga soo dusay salaadan dhexdeeda markuu igu qasayo jawaabtu waxay tahay shaydaanka ad allah subxaanahu wa tacaala ka magangalayso qofku markuu shaydaanka ka magangalo dadka mu'miniinta ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku irsaaqaa marka uu waswaasiyo way gartaan inuu shaydaanku waswaasiyo laakiin kuwa kale ma gartaan inuu waswaasiyo qofka ghaafilka ah ilaahay daacadiisa hilmaansan shaydaan inuu waswaasiyo ma garto saas darteed baa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo arrinta inoo tilmaamaya إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هذا هذا فاتح على آخرين يا أضحوا قاي سلمانته ومرك من اللي حمر يسأت له وريه والله صوق على وادو ركسنته وتفي عنته تذكروا ربي سبحانه وتعالى بكو حسوسي ما الله سبحانه وتعالى سوى كعدة استعاذتي ربي سبحانه وتعالى شيطان كنين سكعل إنكره صورة قلما عدو قامر والبين أتكر رئيسه meeluu kaa soo gelayaa laakiin markaad kar markuu kaa reeyo hadduu haddana ku rogaal celiso de markaa iyada waxba kaa guri maayo waad ka raysay limin lagaaga dambeeyey limin maaha way saas yidhahdeen soomaalidu in alladiina ittaqow idaa masahum taa'ifu min ashaydaani tadakkaruu faidaa hum mubsiruun salaada dhexdeeda inuu ku waswaasin karo iyo qaabka la isaga daweeyo waan jeclahay insha allahu tacaala aan ku soo ururiyo waxaan umalanaya waqtigaa dheeraaday nabiga calayhi salaatu wasalaam baa maalin maalmaha ka mid a waxaa u yimid saxaabigii la odhan jiray cuhmaan bin alcaas cuhmaan bin abi alcaas saxaabigaas oo ka yimid daa'if baa nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimid wuxuu ku yidhi nabiyullaahi maxamedow salaada markaan galo ninkii shaydaan baa ahaaba ninkii shaydaan ahaabaa ii imaani ina ashaytaana xaala baynii wa bayna salaati wa bayna qiraa'atii yalbisuhaa calay faqaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam daaka shaytaan yuqaalu lahu khanzab فإذا أحسسته فتعوذ بالله من واطفل عن يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فذهب الله عني ساس إليه صحابيا وحولي هاي صحابيا عثمان بن أبي العاص نبي عليه الصلاة والسلام بانو إيمد مركان سامو حان كوري مركان صلاة دقلو وحاي إيمانا يا شيطان قرار دي يعني يبا كرلوما يا رقع دي يبا كرلوما يا وحان أخري مقرانا يو هاوش ما يساكي دحد على نيسا maxaan sameeyaa wuxuu ku yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa waxa ku yeelayaa waa shaydaan horta ogow magac buu leeyahy khanza baa la yidhaahdaa culimadu waxay tilmaamaan shayaadiinta mid walba shaqada uu qabanayo qaarka dadka isku dira magacyay leeyihiin qaarka dadka kala fura magacyay leeyihiin kan salaada waswaasiyana khanza baa la dhahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baana ku tilmaamay
wuxuu dhigaa isaga khansa baladaha laakiin sidee la isaga daweeyaan ku sheegi sidee la isaga daweeyaa marka aad dareento oo cibaado soo dhaxgala salaadada fa ta'awud billah minhu watful an yasarik hasa ma sa'udu billahi minash shaitan rajim de dhinaca gabiixdana sadex jeer poode adoo salaada ku jira daan dhufna wajiga kaga tufininka gaabida xeyaa iska ilaali aan dhuf lama socoto waa eer yar oo kaliya weeyaan luqumtan ilaa xilmayso la shaadaan baad diraysaa sidii ku jamaaradka oo kale say soo wadaan dhagax ay ugu tuurayaan oo ugu tuurayaan kabta wala bixi jiray oo kale inaad tiraa shaadaan baan naarayaa oo intaad u bidixda wala jeesato taa pu 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 atiraa maya taana lama rabo adoo salaada ay ku jiraan xabadkaaga iyo luquntaadi meedna leexinin a'uudhu billahi minash shaadaanir rajiim inta zakaaga filan qiradi iyo meeshaad maraysayna hore ka sii wado wuxuu leeyahay saxaabiga sufa faalta dalika faadaba allahu anni arinta waan sameeyay rabbi subhanahu wa ta'ala waa iga sii qaaday oo dib dambe iguma soo noqonin salaadaydii sax bay noqotay buu leeyahay meel walaal yaa lagaga mooyan galo shaydaanka laga mooyan galo ee khatarka ah ee kugu soo gabanaya carada kamid ah carada ayaa kamid ah caradu waa khatar weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam maalmaha kamid a laba nin baa agtiisa ku murantay labadii nin ee ku murantay baa mid aada indhuhu u guduuteen sankii baa dhaqdhaqaaqay arintaas iyada ah markay ku dhacday wuxuu yidhi waxaan garanayaa kelima hadduu yidhaahdo ninka isaga ah waxa ayaa uu ka tegi lahaa baan garanayaa bu waa maxay acuudu billahi min ashaitaani rajiim weeyaan dad baa u tago waxay ku yidhahdeen war sidaa dheh wuxuu yidhi ma wax waalan baad imoodeen saa ma dhayaan horrada naga taga nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaa muxuu inoogu tilmaamay markaad cadhaysan tahay inaad tirahdo acuudu billahi min ashaitaani rajiim ama caruurtaada u cadhaysano ama xaaskaaga u cadhaysano ama saaxiibkaa u cadhaysano ama cid kale u cadhaysano we marka shaydaanku meelaha uu kuugu soo gabanayo weeyaane acuudu billahi min ashaitaani rajiim subxaanaka allahuma rabbana bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk